يا راي كينيا هذه ما عندها والو، ما عندها شي، راي عايشه لا بالمساعدات وذي المسائل، ما عندها شي مسيكين. كينيا ما عندها شي، سياني استعرفت بالجبهه وسياني ما استعرفت به، ما هو شي مهم. مهم باش يقدم القضيه اللي قدامه تو، المهم الاستغلال هو المهم، اهم كل شي الاستغلال، ما شي ثاني ما هو شي مهم. والكينيين هذو إذا كتبهم مولانا ولا راهي تضغط عليهم الجزائر ضريك، أمثل الجزائر من المغرب، اللي عند الجزائر ما هو عند المغرب، ما هو كاع ربعه، هذا اللي معاه. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخديكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، غنسمعوا شهادات وتسريبات عناصر البوليزارو في قمة الغضب من واحد التغيير مفاجئ في قضية الصحراء. هذا التغيير كيشمل الشق الدبلوماسي، الصراع الاعترافات وسحب الاعترافات. من نتكلموا على سحب الاعترافات، هنا كنذكروا بوجه الخصوص الدول اللي معترفه بالبوليزارو كدوله، وكيتعرفوا كاملين واحد القدر من الدول الافريقيه معترفين بجمهوريه الوهميه كدوله في الاتحاد الافريقي بمن فيها كينيا، وكينيا دوله عندها قوتها ووزنها افريقيا. المهم أنه هذه الأيام أعلنت كينيا لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المغرب أنها عينت سفيرة في المغرب. سفير ولا سفيرة كينية في المغرب ما كانش مسبقا، وهذا بحد ذاته ضربة للبوليزاري والجزائر. زيادة على هذا، الرئيس الكيني ويليام روتو، هذا الرئيس أعلن قبل أيام عن زيارة مبرمجة للمغرب، وهذه الزيارة احتمال كبير على أنه يتم استقباله رسميا في الرباط من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وكاين معطى آخر وكذلك هو معطى مهم، هذا الرئيس الكيني كان وصل الحكم ربما 2020، جذاك بالتوازي مع قفلة معبر قرقرات وإعلان البوليزاريو العودة لما تسميه الكفاح المسلح وخرق وقف إطلاق النار اللي كانت توقع سنة 1991. الرئيس الكيني في ذاك الوقت ويليام روتو أعلن في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر عن سحب اعترافه بالجمهورية الصحراوية الوهمية بطبيعة الحال. وفي ذاك الوقت 2020 كانت صفعة للجزائر، وعادت أبواق ومرتزقة البوليزارو إعلامهم يهاجموا كينا ويهاجموا الرئيس الكيني، وتحركت بطبيعة الحال آلة الضغط الدول صديقة الجزائر وحلف الجزائر كيف جنوب إفريقيا، عدد كبير من الدول، وضغطوا على الرئيس الكيني وسحب تلك التغريدة، وذلك تراجع على موقفه اللي كان سحبه هو سحب الاعتراف بهذا الجمهورية الوهمية. الأحداث موقفتش لحد اللحظة، العلاقة بين كينيا والمغرب بدأت تتطور. حتى هذه الأسابيع القليلة الماضية أعلن الرئيس كينيا عن زيارة مبرمجة للرباط، واحتمال كبير أنه يستقبله صاحب الجلالة. وزير خارجية كينيا أعلنت عن تعيين سفيرة لها في مية الرباط. زيادة على هذا، البرلمان الكيني تكلم على علاقات المغرب وكينيا أنها في مصلحة كينيا، خصوصا أنهم تكلموا على أنه المغرب بات قوة اقتصادية كبيرة لا إفريقيا لا عالميا. وبحد ذاتهم قالوا هذا المغرب إحنا كدولة كينية ممكن نستفدوا منه. ودافعت وزير الخارجية الكينية على موقفها في البرلمان الكيني، قالت إحنا دولة فلاحية، فعلا كينيا دولة فلاحية معروفة بالشاي معروفة بالقهوة، إحنا هذا المغرب نقدروا نستفدوا منه فيما هو عنده علاقة بالأسمدة. وطالبوا المغرب على انه يفتح مصانع لتصنيع الاسمده في كينيا، وكتعرفوا كاملين المغرب عنده خبره كبيره وطويله في هذا الميدان، بالاخص على انه مستثمر استثمارات كبيره في عدد كبير من الدول الافريقيه. في المقابل كذلك تكلموا على انه هذا الصادرات الكينيه بالاخص منها الشاي والقهوه له يعود المغرب واحده من المحطات اللي تصدر لها كينيا صادراتها المتعلقة بهذه المواد. المواقف الكينية في علاقتها مع المغرب ما توقفتش عند الحد، بل طرقوا عدة نقاط مهمة. وبالتالي كينيا كدولة رئيس وزارة خارجية ومسؤولين ودبلوماسيين شافوا من الأحسن تعيين سفيرة في المغرب وربط علاقات جيدة
مبنية على الثقة والاقتصاد مع المملكة المغربية وبين الدولتين. هذا بطبيعة الحال صف عالي للجزائر، وأهم شيء ما باغيش نهائيا كينيا تسحب الاعتراف بهذه الجمهورية الوهمية والاعتراف بمغربية الصحراء. تبون أرسل وزير خارجيته على الطعف بوجه السرعة إلى كينيا في محاولة منهم توقيف هذه المحاولات لسحب الاعتراف طبعا الحال بالجمهورية الوهمية والاعتراف بمغربية الصحراء وربط علاقات جيدة ممتازة بين المملكة المغربية وكينيا. هذه حد ذاتها صفعة للجزائر والبوليزاريو. نسمعوا بعض الشهادات، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. يا راي كينيا هذه ما عندها والو، ما عندهاش، يا راي عايشه دابا بالمساعدات والمسائل، ما عندهاش مسيكينه. هو شوف الاخطاء ياسر في الرؤساء، في ياسر في ياسر في ياسر، يقوم واحد يقول كلمه مسيكينه ويطيح في الفخ، غير ما هو عارف عن هذيك الكلمه راي تخطو الى التراب. كينيا ما عندها شيء، سياني استعرفت بالجبهه وسياني ما استعرفت به، ما هو شيء مهم. هي قايله استعرفت امريكا، ما هو مهم، ما هو مهم الاستعرافات، هذا مهم الدولار دوتو، مهم داش يقدم القضيه اللي قدامه تو، مهم الاستغلال هو المهم، اهم كل شيء الاستغلال، ما شيء ثاني ما هو شيء مهم. والكينيين هذو الى كتبهم ولا الاولاد راهي تضغط عليهم الجزائر، راهي امثل الجزائر من المغرب، اللي عند الجزائر ما هو عند المغرب، ما هو كاع ربعه، هذا اللي عند المغرب، المغاربه اش عندهم؟ ما عندهم شيء، حتى هما راهم لا ماهم بعيد من دولة كينيا، لا عنه الرئيس الأول الكيني اللي كان سابق هذا، هذا كان مع الجزائر، هذا ما باقي حد ما يعرف، وهذا هذا التالي مع المغاربة، ما باقي حد ما يعرفهم، ولي هذا الثاني، هذا اللي قابل ضريك، غير ما هو شي مهم، ما هو شي مهم، لا يخمم بعد حد، هذا ما هو شي يخمم، هذا ما هو شي يخمم، ولا يظل حد قايل يشد أخبار. السلام الله عليكم جميعا ومساء الخير أيها المتداخلون، مرحبا وسهلا واهلا من برساقية والواد، مرحبا مرحبا كبيرة. صورة جميلة لإبراهيم غالب ضرعته، يا غير تدوينة عقب سفر بساعات أخطر من ذاك. هذا يعني لا أمرين، يعني أصلا أن الرجل غير مدعو، الرجل فقط جاي من أجل أخذ صور، وزين عنده تصاور، وزين عنده يبين الانتصارات في هاي المحافل، شاك عنه هاي الطريقة اللي لا ينتصر بها على العدو المغربي. هادو كاملين قال لهم هزائم دبلوماسية، يا غير اليوم يجي واحدين يقول لك بذلك يطيرها لا كينيا، ما هي شيء لا دويلة لا شيء من الحراطين، تفتح قنصلية من القنصليات في الداخل وفي العيوني طيرهم لا شي من العبيد، يا غير النهار اللي تعطار في افريقيا الوسطى او صومال او نيجيريا او دولة من هاي الدول المجهرية في افريقيا اعترفت الدولة كذا كذا بالجمهورية العربية والاحتفالات الصغاري. انسان اذا كان يؤمن بخط الجبهة راهو شيء امر عادي، يا غير يلطو ينبه قيادته يوقف صغاريت ويوقف الفراش والعياط وينبه قيادته السياسية بأنها في فشل على فشل لمدة 50 سنة على جميع المحاور، أكان محور اجتماعي داخلي بين الصحراويين ما قدت جمع الفرقاء، أم على الصعيد الحقوقي، أم على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ونزيد لهم الليلة العسكري اللي أكثر من 700 بلاغ إلى يومنا هذا لا شيء. يا غير انتوما يا ما نسميكم العبيد نو، انتوما يا المؤيدين ومساندين للقيادة، يا غير من حق نبهوها على الأخطاء وهي الزلات منذ وفاة الشهيد الخداد ومحمد فاضل إسماعيل ومجموعة من الرجال الأبطال، السلك الدبلوماسي ينهار. مرحبا وسهلا وأهلا. مساء الخير كل الوطن والشهداء. هو قال كينيا هذه اللي سحبت استعرافها، ما هو مخصص على الصحراويين، ما نضل ما نضل. مهم رئيسنا بعد نحن واستقبل استقبال زين وشافوا العالم كامل، وذاك هو المهم. ما لي لعات لا كينيا، كينيا يضغطوا عليها المغاربة، يضغطوا عليها الدول الإفريقية، هذا ياسر منهم يضغط عليهم المغاربة
يا غير مولي لا تنساو يا الصحراويين، عاد الجزائر راهي مولي في الكرة، راهي في الملعب. الصحراويين راهي في الملعب ومولي معاكم، خايفين إلا كتبهم ولا نورات شي فيك. هو إلا ضغطت عليه المغرب راهي تضغط عليه الجزائر، لا كامل يبقى لا الجزائر. وراكم تشوفوا، لا تبعوا تبعوته الملف. انا بعد ننصح قوم بوليزاريو وهذو بينهم هذو الدراري اللي يشروا لابراهيم قالي على انهم يقبضوهم ويفسروا منهم احبال متان ويخيطوهم ويعدلوا منهم احبال مانعي يتموا لا منين يعلموا بيه قايس دولي يحوزوا ليك درع الشاريل ويسقوه ويضركوه بيه يسكروه بيه يديروا له دار كمان اذا يسكن عنه وراه لا يدعى يخليهم ويدريهم. على كل على بعد الله نقول بالنسبة لي أنا على أن كينيا مواقفها ما هي مستقرة خارج بعض الدول، مواقفهم ما هي مستقرة نتيجة لعدم استقرار أنظمتهم هما. معناها كينيا اليوم يامس ضد المغرب واليوم ضد بوليزاريو ضد المغرب، يعني ما عندها هي قرار ثابت، عدم ثبوت أنظمتهم. هذه قرارات تبتنى على مزاجية، تبتنى على مزاج الشخص، طلع رئيس ويجي واحد ثاني يقلع نفس القرارات، وما عندهم مواقف ثابتة.